بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على أول محاضرة في الكارديو فاسكولار سيستم. معاكم دكتورة هند صلاح، مدرس الباثولوجي. نبدأ بكلامنا على الروماتيك فيفر. طبعا احنا عارفين ان الروماتيك فيفر واحدة من أهم الأوتو أميون كولاجين ديزيز اللي بتحصل طبعا نتيجة لريبيتد أتاكس من انفلاماتوري تشينجز في الكولاجين فايبرز اللي موجودة في معظم الستراكشرز بتاعت البودي، ومن اهمها طبعا الهارت والجوينتس. ده المين سايتس اللي بتبقى افكتد باي روماتيك فيفر. طبعا الروماتيك فيفر بتحصل اكتر في الديفلوبينج كونتريز، لان طبعا بيبقى فيها البوفرتي والباد سانيتيشنز والاوفر كراودنج والباد ايريشن. كل البريسبوزنج فاكتورز دي طبعا بتهيئ ان يحصل ريبيتد اتاكس اوف ستريبتوكوكال انفكشن وسور ثروت، وبعد كده طبعا بتيجي الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن ويحصل الروماتيك فيفر. تمام. طبعا الانسيدنس قل بكتير في الديفلوبد كونتريز، لكن لسه طبعا في الديفلوبينج كونتريز الانسيدنس طبعا لسه عالي طبعا، وبيمثل اكتر من 90% من الهارت ديزيزز في طبعا الروماتيك فيفر دي بتبقى كومن قوي في الاطفال الصغيرين في السن طبعا اللي هو بتاع الايه السكول تشيلدرن كده، اللي هو من 5 سنين ل 15 سنه. رير قوي انها تيجي في الاطفال الصغيرين اقل من 4 سنين، او انها تبقى برايمري افكت الادلتس، يعني انها تبقى تيجي اول مره في الكبار. لا، هي غالبا السن اللي هو من 5 ل 15 سنه ده هو الموست كومن ايج اللي هو بيبقى افكتد بيه الروماتيك فيفر. زي ما قلنا ان الاوفر كراودنج والبور هاوسنج واللو سانيتيشنز كل الحاجات ديت اللي هي بتخلي الطفل يبقى معرض دايما ان هو يجيله ريكورنت ابر ريسبيراتوري تراكت انفيكشنز. كمان طبعا جزء مهم جدا اللي هو الجينيتك سسبتابيليتي، ده طبعا انها بتحصل في الجينيتيكالي سسبتابل انديفيدوالز، مش ما هو كل الناس فعلا بتتعرض لريبيتد اتاكس من الابر ريسبيراتوري تراكت انفيكشنز، لكن طبعا اللي بيجي لهم روماتيك فيفر نسبه اقل بكتير، فدول اللي هم ايه جينيتيكالي سسبتابل انديفيدوالز. ان هي في سيرتن اسوسيشن ما بين الايه الهيومن ليكوسيتيك انتجين كلاس 2 في بعض الناس بيبقوا بريديسبوزد ان هم يجي لهم بعد كده الايه الروماتيك فيفر. الباثوجينيسيس طبعا احنا مش عارفين بالظبط ازاي، يعني هو الاكزاكت ميكانيزم نفسها انكلير، لكن طبعا في ثيوريز او في حاجات كتيره بتفسر اللي بيحصل. هو طبعا نوع من الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن بيحصل بعد الانفكشن بالجروب اي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي في الجينيتيكالي سسبتبل او بريدسبوزد انديفيدوال، زي ما قلنا الناس اللي عندها هيومن ليكوسيتيك انتيجين 2 من دول هم الجينيتيكالي سسبتد انديفيدوالز. الميكانيزمز بقى اللي هي بتاعه الروماتيك فيفر زي ما قلنا او ما احنا عارفين انها اوتو اميون ديزيز، فبتحصل نتيجه هايبر سنسيتيفيتي رياكشن من نوع ايه بقى اللي هو الانتيجينيك سيميلاريتي، فبيحصل كروس رياكتيفيتي فده يعتبر تايب 2. الالترد انتيجينيستي ده برضو تايب 2 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، والاميون كومبلكس ديبوزيشن اللي هو تايب 3 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن عن طريق كل الانتيجين انتي بودي ميكانيزم اللي هو بيحصل اكتيفيشن للكومبلمنت، فبيبتدي يحصل انفلاماتوري ريسبونس هي دي المسؤوله عن الدمج اللي بيحصل في الروماتيك فيفر. تمام. اكتيفيشن اوف ذا كومبلمنت. طبعا بعد كده الايفيدنس ان الروماتيك فيفر ده immunologically mediated disease، ما هوش infectious disease، يعني ان هو بيحصل كاميون ريسبونس بعد الايه بعد الانفكشن. انها دايما بتحصل بعد الريسبيراتوري تراكت انفكشن بحوالي من 2 ل 5 اسابيع، الناس بتدي الهيستوري ده، فلما بتيجي تدور على البكتيريا نفسها في الليجن سواء في في البلاد او في الروماتيك ليجنز نفسها ما بتبقاش موجوده، فده مش انفكشوس ميكانيزم، ده اميون ميدييتد ميكانيزم. بعد كده بتيجي تعمل الانتي بوديز اللي هو الانتي ستريبتوكوكال انتيجين او اللي هو الانتي ستريبتولايسين او والانتي هيالورونيديز، فبتلاقيهم هاي تيتر، يعني كل ما تعمل التست بتلاقيه رايزنج تيتر، فده بيدل على انها طبعا ده اميون ميدييتد ريسبونس. علشان نشخص الروماتيك فيفر طبعا في عندي حاجه اسمها جونز كرايتيريا، وطبعا اتعملت عليها سمبوزيومز كتير وندوات ومناقشات كتير قوي، كل شويه بيعملوا موديفيكيشن. بس طبعا اللي احنا البيزك اللي احنا المفروض نعرفه ان في حاجه اسمها ميجور كرايتيريا وفي ماينور كرايتيريا. الميجور كرايتيريا دي واحده من الاربعه دول اللي هم البانكارديتس، يعني انفلاميشن انفولفينج 3 لايرز اوف ذا هارت اللي هو البيريكارديوم او الايبيكارديوم والمايوكارديوم والاندوكارديوم، وفي البولي ارثرايتس، وكمان في بعض السكن مانيفستيشنز زي الاريثيما مارجينيتم والسبكوتينيوس نوديولز، وفي كمان الروماتيك كوريا او السيدنهامز كوريا. دول الفور ميجور كرايتيريا.
في بقى الماينور كريتيريا، دول زي ايه؟ زي الليفيشن في الاكيوت فيز رياكتنت اللي هم الانتي انفلاماتوري بروسيس، دول زي ايه؟ زي ريزد اريثروسايت سيدمنتيشن ريت الاي اس ار تلاقيه عالي، ريزد سي رياكتيف بروتين برضو. في لما تعمل اي سي جي للبيشنت تلاقي عنده برولونجد بي ار انترفال، تمام؟ ده بيدل على ايه؟ على ان فيه مايوكارديال دامج. كمان الارثرالجيا والفيفر والليفيتد اند ستريبتولايسين اوتيتر، كل دول عباره عن الماينور كريتيريا. طب ازاي اشخص بقى، او يعني ايه مع ايه يديني روماتيك فيفر، او ازاي اشخص الفيفر؟ بيقول عشان اشخص روماتيك فيفر لازم يكون عندي اما 2 ميجور كريتيريا او 1 ميجور اند 2 ماينور كريتيريا، فدي لازم نحطها في دماغنا كويس قوي، اللي هم يا اما 2 ميجور اللي هم بتوع البانكارديتس والبولي ارترايتس وكده، يا اما 1 ميجور و2 ماينور كريتيريا. لازم كمان البيشنت يكون بيديلك هيستوري او عنده طبعا المانيفستيشنز دي، ومع بيديلك هيستوري اوف ابر ريسبيراتوري تراكت انفيكشن بي ستريبتو. الروماتيك فيفر بقى نفسها كباثولوجيكال، او نناقشها بقى من وجهه النظر بتاعه الباثولوجي، بنقسمها لايه؟ تو فيزز، يا اما اكيوت فيز او كرونيك فيز. تبدا في الاكيوت فيز، ودي ممكن تبقى في الهارت او كل الاكسترا كاردياك سايت زي الجوينتس زي السكن، حتت كتيره جدا بيجي فيها الاكيوت فيز. لكن الكرونيك فيز دي بس بتبقى موجوده في الهارت، يعني في الاكيوت اتاك ممكن تلاقي اكسترا كاردياك سايتس كتير افكتد بروماتيك فيفر، لكن كلها بتريسولف كومبليتلي. اللي بيفضل بس في الكرونيك ستيج او الكرونيك فيز هو الهارت، لكن كل الاكسترا كاردياك ليجنز ريزولف كومبليتلي وذاوت اني كرونيك فيز. طبعا الكرونيك فيز بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها طبعا الفايبروزيس، وهو ده الايه الموست كومن كومبليكيشن، او الحاجة الخطيرة اللي بيحصل منها الكومبليكيشن، او اللي بيحصل بعد كده الروماتيك هارت ديزيزز والافكشن بتاع الفالفز، كل ده بيجي من ايه؟ بيجي من الفايبروز، تمام؟ فالروماتيك فيفر على الكباثولوجي بقى بيحصل ايه؟ على مستوى الليجن بتاعها باثولوجيكالي ايه بتحصل؟ طبعا في الفايبروسيستروما اوف دي هارت، طبعا إيه بتبقى فين؟ ممكن كمان في الاكسترا كاردياك ليجن زي الجوينتس والليجمنتس والتندون، تمام؟ والليس كومن سايت بقى افكتد زي ما قلنا السكن، في كمان البرين والسيروس ممبرينز والارتريز واللنجز، اماكن كتيره جدا طبعا في البودي بتتاثر. بس زي ما قلنا الاكيوت فيز كل ده ممكن يبقى افكتد في الاكيوت فيز، لكن في الكرونيك فيز اونلي ذا هارت، هارت بس اللي بيبقى فيه ريك فيز، تمام؟ التشو رياكشن بقى في الروماتيك فيفر بيبقى عباره عن حاجه من اتنين، يا اما بروليفراتيف رياكشن يا اما اكسوديتيف رياكشن، يا اما بروليفريشن يا اما اكسوديشن. بروليفريشن يعني سيلولر، يعني في سيلز، في خلايا بتبقى موجوده في حاجه باثوجنومونيك ليجن اسمه الاشوف نوديول. الاشوف نوديول ده هو الباثوجنومونيك ليجن بتاع الايه؟ بتاع الروماتيك فيفر. يبقى عباره عن ايه؟ عباره عن انترستيشيال بارافاسكولار اوفال ماس، حاجه كده صغيره كده في الانترستيشيال تيشو بتاع الهارت جنب البلاد فيسل، دايما تلاقيها كده جنب بلاد فيسل. بتتكون من ايه؟ بتتكون من سنترال اريا اوف فايبرنويد نيكروزس، وحواليها بقى الانفلاماتوري سيلز زي الليمفوسايتس زي الماكروفاجس، بعض البلازما سيلز ممكن تكون موجوده، لكن طبعا اهم خليه والموست بروميننت سيل هي الاشوف سيلز. وايه هي الاشوف سيلز دي؟ عباره عن اكتيفيتد كاردياك هيستيوسايتس. ايه بقى الكاردياك هيستوسايت؟ يعني الماكروفاج عاديه خالص، بس بتتحول بقى في الايه؟ في الرياكشن بتاع الروماتيك فيفر تتحول لحاجه اسمها اشوف سيلز، تبقى خليه كبيره ليها اباندنت ايزينوفيليك سيتوبلازم، ليها راوندد نيوكليوي وليها سنترال راوندد ايزينوفيليك نيوكليولاي، فده بيخلي النيوكليوس تبقى باينه في الايه؟ في الكروس سيكشن بتاعها، ليها كاركترستيك او الاي ابييرنس زي عين البومه. كاركترستيك او الاي ابييرنس ده اللي هو زي عين البومه، ده هم وصفوها يعني بالشكل ده، ان بتلاقي النيوكليس السيل جواها نيوكليس وجواها الايه؟ النيوكليولاي، تمام؟ بعد كده بعض الخلايا دي بتندمج مع بعضها او بتتجمع مع بعضها وتعمل لي الاشوف جاينت سيلز اللي هي مالتي نيوكليتد جاينت سيلز. ده بالنسبه للبروليفراتيف رياكشن. ده طبعا في الكرونيك فيز طبعا بيحصل له هيلينج بفايبروزس، تمام؟ زي ما اتفقنا هو الهارت بس اللي بيحصل فيه الكرونيك ستيج. طيب ده شكل هوت للاشوف نوديول انترستيشيال موجوده حوالين بلاد فيسل، ده ميديوم سايز بلاد فيسل اهو في الهارت، وحواليه الاكسود البروليفراتيف رياكشن اللي هو السيلولار بروليفريشن اللي شايفينه ده. لما نكبر عليه هنلاقي فيه هنا اهو الاشوف سيلز اللي احنا بنقول عليها اهي، الخلايا طبعا هنا مالتي نيوكليتد، هنا باي نيوكليتد اهي، وفي السنترال نيوكلياي وفيها النيوكليولاي جوه واضحه خالص جدا اهي، فبتديني الكاركترستيك او الاي ابييرنس.
الروماتيك فيفر بقى نفسها كباثولوجيكال او نناقشها بقى من وجهة النظر بتاعت الباثولوجي، بنقسمها لايه؟ تو فيزز، يا اما اكيوت فيز او كرونيك فيز. تبدأ في الاكيوت فيز، ودي ممكن تبقى في الهارت او كل الاكسترا كاردياك سايت زي الجوينتس زي السكن، حتت كتيرة جدا بيجي فيها الاكيوت فيز. لكن الكرونيك فيز دي بس. طبعا الكاردياك ليجنز بقى في الروماتيك فيفر بنقسمها طبعا، لان الهارت نفسه بيبقى افكتد، كل اللايرز بتاعته بتبقى افكتد بالروماتيك فيفر، تمام؟ فبيعمل لي حاجه اسمها بان كارديتس، يعني كل اللايرز افكتد، هما البيريكارديوم المايوكارديوم والاندوكارديوم. هنبتدي بالمايوكارديوم، فهنقول ان بيحصل حاجه اسمها روماتيك مايوكارديتس. بتاثر فين غالبا؟ بتاثر على الليفت سايد اوف ذا هارت، غالبا البوستيرير وول بتاع الايه، بتاع الليفت ادريوم والليفت فينتريكل. في الاكيوت فيس بيبقى في حاجه اسمها طبعا قلنا الاشوف نوديولز، بتبقى موجوده فين؟ موجوده في الانترستيشيال تيشو اوف ذا مايوكارديوم، ما بين المايوكارديال ماسل فايبرز، وطبعا متفقين ان مكانها بارا فاسكولار جنب بلاد فيسل، تمام؟ الكاردياك ماسلز بقى اللي حواليها بيبقى فيها اديما طبعا وانفلاماتوري انفلتريت بشويه ليمفوسايتس وماكروفاجس وكده. في الكرونيك فيز الموضوع ده بقى الاشوف نوديول دي كلها او البروليفراتيف رياكشن ده هي الباي فايبروزس، فده طبعا بياخد مانثس تو ييرز تو ديفلوب يعني، تمام؟ فمعظم الحالات المايوكارديتس الروماتيك مايوكارديتس بتكون مايلد، تمام، وبتعدي، لكن في بعض الرير كيسز ممكن تبقى سيفير وتعمل لي هارت فيلير وهارت بلوك. بعد كده الروماتيك بيريكارديتس اللي هو بقى اللاير اللي بره اللي هي البيريكارديوم، ده طبعا في الاكيوت فيز طبعا بيكون ايه؟ اكسوديتيف رياكشن، فبيحصل اللي هو السيروفيبرنس بيريكارديتس، وبيديني منظر احنا قلنا عليه اللي هو البريد اند باتر ابييرنس بتاع الايه، بتاع البيريكارديوم اللي هم التو لايرز اوف ذا بيريكارديوم البريتال والفيسرال. لما بنيجي نشيلهم من فوق بعض كده او نفصلهم عن بعض بنلاقي الايه، السيروفيبرنس اكسوديت موجود وعامل لي الاتاتشمنت او الادهيجنز الصغيره اللي ما بين التو لايرز ده، مديني شكل الايه، البريد اند باتر ابييرنس. طبعا في الكرونيك فيز بيهيل باي فايبروزيس، تمام، وبيتحول لايه؟ بيبقى البريكارديوم عليه وايت باتشز بنسميها ميلكي باتشز او ميلكي سبوتس، دي بتبقى موجوده على السيرفيس اوف ذا هارت من بره نتيجه الايه، هيلينج باي فايبروستيشن. ممكن يحصل كمان ادهيشن بتوين التو لايرز اوف ذا بريكارديوم اللي هو الفيسرال بريكارديوم والبرايتال بريكارديوم. كمان ممكن يحصل ادهيشن ما بين البرايتال بريكارديوم والاتاتشد او السراوندنج ايه، ميدياستاينال ستراكشرز، فيحصل حاجه اسمها ميدياستاينو بريكارديتس. دي طبعا بتانترفير وذ ذا كاردياك موفمنت ديورينج كونتراكشن في السيستول والدايستول، ده طبعا بتافكت الايه، الهارت ميكانيزمز او الهارت بيتس. ده منظر للسيروفيبرنس بيريكارديتس، وده البريد اند باتر ابييرنس اللي احنا بنقول عليه، وبعد كده ده المنظر بتاع البيريكارديتس. روماتيك اندوكارديتس بقى ده طبعا هو المشكله الكبيره جدا والخطيره اللي بتقابلنا اللي هي الروماتيك اندوكارديتس. طيب بيأثر فين بقى الروماتيك فيفر في الاندوكارديوم؟ بيقول ان هي بتأثر على الاثنين، على الميورال اندوكارديوم والفالفولار اندوكارديوم. ايه هو الميورال اندوكارديوم وايه هو الفالفولار اندوكارديوم؟ الميورال اندوكارديوم اللي هو الاندوكارديوم لايننج الايه، الفنتريكولار سيرفيس اوف ذا هارت او الاتريال سيرفيس اوف ذا هارت، يعني لايننج ذا كاردياك تشامبرز. لكن الفالفولار سيرفيس اللي هو الايه، الاندوكارديوم اللي بيغطي الفالفز، تمام، عند الاي في رينج سواء الميترال او الترايكاسبيد او الاورتيك او البلمونري فالفز، تمام. بيقول لي هنبتدي بالميورال اندوكارديال ليجنز اللي هي بتافكت الايه، الاندوكارديال سيرفيس بتاع الايه، الهارت تشامبرز. في الاكيوت فيس بيبقى فيه نمرس اشوف نوديولز خاصه في البوستيرير وول اوف ذا ليفت اتريوم، دي كاركترستيك سايت للاندوكارديال للروماتيك اندوكاردايتس. في الكرونيك فيس بيحصل هيلينج للاريا دي اللي هي البوستيرير وول اوف ذا ليفت اتريوم، وبنسميها حاجه اسمها ماكالمز باتش اللي هو البوستيرير وول اوف ذا ليفت اتريوم، بيبقى فيه اللي هو هيلد اشوف نوديول، فبنقول عليها الماكالمز. بالنسبه بقى للفالفولار اندوكارديوم، مينلي الروماتيك اندوكارديتس بتاثر على الميترال اند اورتيك فالفز، دول التو كومن فالفز افكتد باي روماتيك فيفر. في الاكيوت فيز بتلاقي الفالفز بتبقى سوولن طبعا نتيجه فيها انفلاماتوري اديما وفيها سيلولار انفلتريشن بانفلاماتوري سيلز. بعد كده طبعا السوولن فالفز دي اثناء الفريكشن يحصل لها فريكشن وهي بتعمل ديورينج هارت بيتس، تمام، فبيحصل ايه، ديجنريشن وديسكوميشن للاندوثيليوم اللي عليها، فبيحصل فيها ulceration. فبعد كده خاصه عند اللاينز اوف كلوجر اوف ذا
كاسبس. بعد كده بيبتدي يتكون حاجة اسمها روماتيك فيجيتيشنز. احنا عارفين كلمة فيجيتيشنز يعني ثرومباي فورمد اون ذا ايه اون ذا فالفولار سيرفيس اوف ذا اندوكارديوم، على الفالفز. تمام، الفيجيتيشنز دي بتاعت الروماتيك فيفر طبعا بتتكون نتيجة الايه، ان الديسكوميشن اللي حصل نتيجة الفريكشن اوف ذا سوالون كاسبس during heart beats، عمالة تتجرح مع كل دقة قلب وكل البلاد ما بيعد عليها، وبتحاول تقفل وتفتح وهي ورمة كده وملفخة، فبتبتدي انها يحصل فيها ديسكوميشن للإندوسيليوم وبتبتدي يتكون عليها ثرومباي، بنسميها الفيجيتيشنز. كمان الفيجيتيشنز ممكن تتكون على الكوردة تنديني وعلى البوستيريور. تمام، بعد كده الروماتيك اندوكاردايتس بقى الفيجيتيشنز دي بيكون ايه الكريتيريا بتاعتها، بتكون مالتيبل من 1 لـ 3 ملي، بتبقى سمول طبعا من 1 لـ 3 ملي، بتبقى فيرم وبتبقى ادهرنت، ودي اهم حاجه في الروماتيك فيجيتيشنز انها بتبقى فيرم وبتبقى ادهرنت، يعني ماسكه في الفالف ما بيحصلش منها امبوليك مانيفيستيشن، ودي حاجه مهمه جدا في الكريتيريا بتاعت الروماتيك اندوكاردايتس فيجيتيشن. بتتكون من بليتلتس اند فايبرين، فبنقول عليها بيل ثرومباي. بتبقى موجوده فين؟ عند اللاين اوف كلوجر اوف ذا كاسبس، يعني عند الاتريال سيرفيس اوف ذا ميترال اند ترايكاسبيد فالف، وعلى الفنتريكولار سيرفيس اوف ذا اورتيك اند بالمونري فالف. نخلينا فاكرين السايتس كويس. ده شكل للاكيوت روماتيك فالفولايتس ومعاها الروماتيك فيجيتيشنز، اهي موجوده على الايه، على اللاين اوف كلوجر اوف ذا فالفس، وممتده على الكوردا تندي. بعد كده الاندوكارديتس في الكرونيك فيز طبعا هي اللي بقى للفالف الافكتد كاسبس دي بفايبرس تيشو، فالفيجيتيشنز دي بيحصل لها اورجانيزيشن، والانفليمد كاسبس هي الباي فايبرس تيشو. الكاسبس بقى لما بتبقى فايبروتيك اند سيك والريجولار كمان ممكن يكون يحصل عليها كمان ديستروفيك كالسيفيكيشن. الكوردة تنديني برضو تبدا تبقى فايبروزد اند ثيكند اند شورت، كل ده طبعا بيعمل لي المنظر بتاع البريكارديتس. روماتيك اندوكارديتس بعده طبعا هو المشكلة الكبيرة جدا والخطيرة اللي بتقابلنا، اللي هي الروماتيك اندوكارديتس. طيب بيأثر فين بقى الروماتيك فيفر في الاندوكارديوم؟ بيقول لي ان هي بتأثر على الاثنين، على الميورال اندوكارديوم والفالفولار اندوكارديوم. ايه هو الميورال اندوكارديوم وايه هو الفالفولار اندوكارديوم؟ الميورال اندوكارديوم اللي هو الاندوكارديوم لايننج الايه، الفنتريكولار سيرفيس اوف ذا هارت او الاتريال سيرفيس اوف ذا هارت، يعني لايننج ذا كاردياك تشامبرز. لكن هنا كمان بيوضح لي الفيجيتيشنز بتاعت الروماتيك اندوكارديتس. طبعا قلنا بتبقى فيرم وبتبقى بيل وبتبقى فيرملي اتاتشد، تمام، ادهرنت، تمام، عشان كده ما بيحصلش منها امبوليك مانيفستيشن. شايفينه ده لما نكبر عليه هنلاقي فيه هنا اهو الاشوف سيلز اللي احنا بنقول عليها اهي، الخلايا طبعا هنا مالتي نيوكليتد، هنا باي نيوكليتد اهي، وفي السنترال نيوكلياي وفيها النيوكليولاي جوه واضحه خالص جدا اهي، فبتديني الكاركترستيك او الاي ابييرنس. ده شكل مميز اهو بتاع الميترال فالف استينوزيس اللي هو مديني الفيش ماوس ابييرنس. زي ما اتفقنا بقى الفايبروزيس اللي بيحصل في او السيكولي اللي بتحصل نتيجه للفايبروزيس اوف ذا ميترال فالف والاستينوزيس اللي بيحصل، ممكن طبعا يحصل في ميورال ثرومباي في الليفت اتريوم نتيجه للدايلاتيشن بتاعه، فدي بنسميها بول ثرومبس. كمان ممكن يحصل congestive changes في اللنج نتيجة للبلد بقى بيفضله بيحصل فيه accumulation في اللنج، فيحصل pulmonary vascular changes و pulmonary hypertension، وده كله يرجع تاني على right side of the heart فيعمل لي right ventricular hypertrophy وبعد كده failure. بعد كده هنتنقل للاكسترا كاردياك مانيفيستيشنز اوف ذا روماتيك فيفر. تمام، احنا اتفقنا ان في كاردياك وفي اكسترا كاردياك. الكاردياك قلنا بان كارديتس، بناخد كل اللايرز بتاعه الهارت وفي الاكيوت والكرونيك فيس. بعد كده هنتنقل للاكسترا كاردياك مانيفيستيشن، ومن اهمها الروماتيك ارثرايتس. دي بتبقى عباره عن اكيوت نان سابيرتيف ارثرايتس، ما بيبقاش فيها اي سابيوريشن او اي باس فورميشن، تبقى عبارة عن فليتنج ارثرايتس، يعني تتنقل من جوينت لجوينت،
تسيب واحد وتمسك في واحد، تسيب واحد وتمسك في واحد، وطبعا هي بتهيل without any fibrosis او اي chronic sequelae، بتروح خالص لوحدها. dramatic response to salicylate، بتستجيب قوي للاسبرين. بتأفكت mainly large joints، بتلاقي الجوينت اللي affected بيبقى swollen و painful و tender و red و hot، في كل signs of acute inflammation. تمام. مايكروسكوبيكالي السينوفيال ميمبرين بيكون فيه هايبريميا وفي انفلتريشن بانفلاماتوري سيلز، سواء اتكونت الاشف نوديولز او لا، بس لو لقيناها طبعا بتبقى كاركترستيك للباثولوجي اوف روماتيك فيفر. بعد كده الجوينتس اللي افكتد هيل وداوت اني ريزيديوال افكتس، ما بتبقاش فيها اي كرونيك ليجن. السكين مانيفيستيشنز قلنا حاجه من اتنين، يا اما سبكوتينيوس نوديولز وبتحصل اوفر ذا بوني بروميننسز زي الالبو والسباين والماستويد بروسيس، و او فورميشن اوف سكن راش بنقول عليه اريتيما مارجينيتم، بتبقى عباره عن اريا اوف ريدنس كده على السكن، السنتر بتاعها بيكون بيل والمارجنز بتاعتها هي اللي بتكون ريد شويه، تحصل مينلي على رانك زي الصوره اللي قدامنا دي كده لو واخدين بالنا، في كاركترستيك ليجن اهو موجوده على الباك اوف ذا بيشنت، المارجنز بتاعته هي اللي لونها اريتيميتال شويه لكن السنتر بتاعها بيكون بيل او واخد شكل النورمال. بعد كده البرين بقى، اللي بيحصل في البرين بيحصل حاجة اسمها روماتيك كوريا او سيدنهامز كوريا، دي بتبقى عبارة عن رابط بيربوزليس دانس لايك موفمنت، بتحصل نتيجة للأفكشن اوف ذا بيذل جانجليا، ودي مور كومن في الفيميلز، ودي واحدة من الليت مانيفستيشنز اللي بتحصل في الروماتيك فيفر. بعد كده الاندوكارديتس في الكرونيك فيز طبعا، الهيلينج بقى للفالف. طبعا كروماتيك فيفر بقى التريتمنت بتاعها طبعا في بروفيلاكتيك تريتمنت اللي هو البنسلينز والحاجات اللي الناس طبعا بتاخدها دي، تمام. وطبعا اهم كومبليكيشن بنخاف منها ان احنا ما نوصلش لمرحله الكرونيك هارت الروماتيك هارت ديزيز، فطبعا بندي بروفيلاكسيس على طول ان احنا ما ندخلش ان البيشنت ده ما يجيلوش اي ابر سبيراتوري تراكت انفيكشن، ودايما بياخد لونج اكتنج بنسلين طول الوقت علشان نمنع حدوث الريبيتد اتاكس من الستريبتوكوكال انفكشن، وبالتالي نقلل الايه الهايبر سنسيتيفيتي اللي ممكن تحصل ما بعد كل اتاك، فنقلل الدمج اللي ممكن يحصل في الايه في الهارت. كومبليكيشنز اللي بتحصل طبعا زي الهارت فيلير والامبولايزيشن فروم ميورال ثرومباي، طبعا احنا عارفين ان الفيجيتيشنز اللي على الكاردياك فالفز دي فيرملي ادهرنت، دي ما بيحصلش منها امبوليك مانيفيستيشن. الكومبليكيشن الخطيره برضو اللي هي السب اكيوت باكتيريال اندوكاردايتس، هنتكلم عليها بالتفصيل دلوقتي. نوصل مع بعض للاندوكاردايتس، وده عباره عن انفلاميشن للفالفولار اندوكارديوم، سواء معاها الميورال اندوكارديوم انفولفد او لا، هو غالبا بيبقى في الفالفولار اندوكارديوم. تايبس بتاعتها بنقسمها لانفكتيف ونون انفكتيف. انفكتيف يعني كوزد باي انفكتيف باثوجين، بكتيريا او حاجه زي ايه، زي الاكيوت انفكتيف اندوكارديتس والسب اكيوت انفكتيف اندوكارديتس، والكرونيك بقى زي حالات التوبركلوزيس مثلا او الفانجل اندوكارديتس، دي كلها انفكتيف اندوكارديتس. النون انفكتيف بقى زي ايه، زي الروماتيك اندوكارديتس، طبعا احنا عارفين ان الروماتيك اندوكارديتس نون انفكتيف، ده اوتو اميون ميكانيزم. في حاجه تانية اسمها الاتيبيكال فيروكس اندوكارديتس او الليبمان ساك اندوكارديتس، بتحصل في بعض الاوتو اميون ديزيز زي سيستميك لوبس اريثيماتوزيس. كمان في النون باكتيريال او حاجه اسمها ثرومبوتيك او مارانتيك اندوكارديتس، وفي كمان الاندوكارديتس اوف كارسينويد سيندروم. الاربعه دول نون انفكتيف اندوكارديتس، خلينا نخلي بالنا منه كويس لان ممكن يجي لي سؤال انيوميريت causes of non-infective endocarditis. الصورة اللي قدامي دي بتوضح لي اللي هو الليبمان ساكس endocarditis اللي بتحصل مع الناس اللي عندها systemic lupus erythematosus، بيتكون عندهم عبارة عن vegetations بتحصل على الميترال valve، بتبقى large بالشكل ده warty like lesions، وبتمتد على الكوردا تنديني، دي characteristic قوي في الناس اللي عندها ايه قلنا systemic lupus erythematosus، ده non-infective endocarditis. السكين مانيفيستيشنز قلنا حاجة من اتنين، يا اما سبكوتينيوس نوديولز وبتحصل اوفر ذا بوني بروميننسز زي الالبو والسباين والماستويد بروسيس، و او فورميشن اوف سكن راش بنقول عليه اريتيما مارجينيتم، بتبقى عبارة عن اريا اوف ريدنس كده على السكن، السنتر بتاعها بيكون بيل والمارجنز بتاعتها هي اللي بتكون ريد شوية، تحصل مينلي على
هندخل بقى على الحاجة المهمة قوي اللي هي البكتيريا الاندوكارديتس او الانفكتيف اندوكارديتس، ودي طبعا the most severe form of endocarditis. ده بيحصل نتيجة لـ highly virulent organism موجود في الـ blood some sort of septicemia مثلا، وبيروح الـ virulent organism ده على الـ healthy valves، يعني valves كويسة جدا، heart سليم مفيهوش اي predisposing factor ولا اي disease قبل كده، ويبتدي يعمل ايه، يعمل colonization ويعمل septic emboli septic vegetations على الكاردياك فالفز. تمام، الكاركترستيك بقى بتاعت الفيجيتيشنز دي انها بتكون فرايبل وايزلي ديتاتشد، فممكن تعمل لي ثرومبوتيك امبولاي او امبوليك مانيفيستاشنز يعني، بس ده طبعا العيان ما بيوصلش للمرحله دي لان هو طبعا بتبقى فيري باد كونديشن، والبيشنت بيبقى طبعا عنده سيبتيسيميا رهيبه، فغالبا البيشنت يا اما بقى ما بيتلحقش يا اما بياخد بقى الانتي بايوتيك ثيرابي وما بيلحقش يعمل امبوليك مانيفيستاشن. لكن هي طبعا ايزلي ديتاتشد وممكن تعمل، لكن طبعا عشان الباد كونديشن بتاعه الحاله وان هي طبعا بتبقى في سيبتيسيميا وكده، يا اما تاخد رابد تريتمنت ورابد مانجمنت يا اما برابد ديس، يعني ما فيش حل تالت يعني. زي ما اتفقنا بقى الفايبروزيس اللي بيحصل في او السيكولي اللي بتحصل نتيجه للفايبروزيس اوف ذا ميترال فالف والاستينوزيس اللي بيحصل، ممكن طبعا يحصل في ميورال ثرومباي في الليفت اتريوم نتيجه للدايلاتيشن بتاعه، فدي بنسميها بول ثرومبس. كمان ممكن يحصل كونجستيف تشينجز في اللنج نتيجه للبلد بقى بيفضل له بيحصل فيه اكيوميليشن في اللنج، فيحصل بالمونري فاسكولار تشينجز وبالمونري هايبرتنشن، وده كله يرجع تاني على الرايت سايد اوف ذا هارت، فيعمل لي رايت فينتريكولار هايبرتروفي وبعد كده فيلير. بتكون مالتيبل وبتكون بالكي وبوليبويد. تمام، واهم حاجه طبعا انها بتكون سيبتك وبتكون يلوش ان كلر لان فيها بس ده فيها اورجانيزم فاريولنت اورجانيزم عمال موجود وعمال بيعمل مالتيبليكيشن وبيكسر وبيدمر في الايه الكاردياك فالفز. طبعا بتكون فرايبل وايزلي ديتاتشد، المنظر بتاع البريكاردايتس. روماتيك اندوكارديتس بقى ده طبعا هو المشكله الكبيره جدا والخطيره اللي بتقابلنا اللي هي الروماتيك اندوكارديتس. طيب بيأثر فين بقى الروماتيك فيفر في الاندوكارديوم؟ بيقول لي ان هي بتأثر على الاثنين، على الميورال اندوكارديوم والفالفولار اندوكارديوم. ايه هو الميورال اندوكارديوم وايه هو الفالفولار اندوكارديوم؟ الميورال اندوكارديوم اللي هو الاندوكارديوم لايننج الايه الفنتريكولار سيرفيس اوف ذا هارت، ده برضو منظر تاني للفيجيتيشنز بتاعت الانفكتيف اندوكارديتس اللي موجوده على الكاسبس اوف ذا فالف، تبقى لارج وريجولار وريديش فيجنز، ده برضو منظر تاني اهو برضو للانفكتيف اندوكاردايتس عشان نفضل فاكرين الايه فاكرين الباثولوجي ومنظر الفيجيتيشنز بتاعه الانفكتيف اندوكاردايتس، حاجه مهمه جدا شايفينه ده. لما نكبر عليه هنلاقي فيه هنا اهو الاشوف سيلز اللي احنا بنقول عليها اهي، الخلايا طبعا هنا مالتي نيوكليتد هنا باي نيوكليتد اهي، وفي السنترال نيوكلياي وفيها النيوكليولاي جوه واضحه خالص جدا اهي، فبتديني الكاركترستيك او الاي ابييرنس. تمام، بعد كده بقى السب اكيوت بكتيريا الاندوكارديتس اللي هو بقى الجزء الثاني من الانفكتيف اندوكارديتس، بيبقى فيه ايه ده للسيفير فورم اوف اكيوت انفلاميشن، بيكون طبعا الفالفز نفسها بتاعت الهارت بتبقى اوريدي ديزيزد، يعني غالبا بتبقى افكتد بروماتيك اندوكارديتس ويجي عليها بقى بكتيريا الانفكشن، يبقى الفالفز اوريدي ديزيزد ويجي عليها بكتيريا، بس هنا طبعا البكتيريا اللي بتبقى جايه بتكون لو فيريولنت اورجانيزمز، غالبا بتكون مثلا حاجه زي الستريبتوكوكس فيريدنس الاستاف البس الهيموفيلس انفلونزا، يعني لو فيريولنت اورجانيزم تبقى سام سورت اوف بكتيريميا في البلط، وبيروح البكتيريوم ده يروح يلاقي في ديزيزد فالفز فبيستقر عليها ويبتدي يعمل لي الايه الفيجيتيشنز بتاعه السب اكيوت بكتيريال اندوكارديتس. تمام، طبعا هي ماتش مور كومن عن الاكيوت بكتيريال اندوكارديتس في الديزيزد هارتس، يعني ان الهارت اصلا يبقى فيه ديزيز ويجي عليه لو فيريولنت اورجانيزم ويبتدي يعمل لي الايه فيجيتيشنز. تمام، فقلنا ان الكوزيتيف اورجانيزم غالبا بيكون واحد من النورمال كومنسلز الموجوده في الماوس او الثروت او اي حته، بيجي غالبا بعد التوس اكستراكشن، يعني واحد بيروح يخلع ضرسه فبيحصل سام سورت اوف، طبعا اكيد الضرس ده فيه سيبسز يعني،
فبيبقى بعديه بيحصل some sort of bacteremia، فبيروح البكتيريا تروح على الديزيز ديفالف وبتبتدي تعمل الباثولوجي بتاعها. عشان كده دايما الناس اللي عندها روماتيك فيفر او اي كاردياك بيشنت دايما بياخد انتيبيوتيك كفر قبل ما بيعمل اي ماينور سيرجر مانوفر، يعني قبل ما يعمل اي حاجه، يخلع ضرسه ويروح على اي دكتور يعمل له اي حاجه، لازم بيكون تحت سيفير انتيبيوتيك كفر عشان نمنع اصلا حدوث البكتيريميا دي ونمنع البكتيريا انها تروح للديزيز ديفالفس وتعمل ايه. بعد كده هنتنقل للاكسترا كاردياك مانيفيستيشنز اوف ذا روماتيك فيفر. تمام، احنا اتفقنا ان في كاردياك وفي اكسترا كاردياك. الكاردياك قلنا بان كارديتس، بناخد كل اللايرز بتاعه الهارت وفي الاكيوت والكرونيك فيس. بعد كده هنتنقل للاكسترا كاردياك مانيفيستيشن ومن اهمها الروماتيك ارثر. بعد كده الروماتيك بيريكارديتس اللي هو بقى اللاير اللي بره اللي هي البيريكارديوم، ده طبعا في الاكيوت فيس طبعا بيكون ايه ليجن. الكاردياك عبارة عن الايه الفيجيتيشنز اللي بتتكون على الميترال والاورتيك فالفز، والفيجيتيشنز دي طبعا ممكن كمان تمتد على البوستيريور اريا او البوستيريور اوف ذا ليفت اتريوم اللي هي المكالمز باتش، وبرده تعمل عليها الفيجيتيشنز. تمام، الفيجيتيشنز قلنا برده بتبقى بالكي وبلوبويد وبتبقى جريش وايت وفرايبل وايزلي ديتاتشد، فعشان كده هي بتعمل امبوليك مانيفيستيشنز، ودي هي المور كومن فيها انها تعمل لي مانيفيستيشنز. الامبوليك ليجنز هنا بتبقى دايما اسيبتك امبولاي، ليه؟ لان طبعا هنا البكتيريا لو فيرولنت، هنا اما يعني بكتيريا ضعيفه موجوده، هي بس موجوده في مكانها في الهارت، بس الامبولاي اللي بتطلع بتكون اسيبتك، فبتعمل بقى ايه، بتعمل لي سبلينيك انفاركشن، ممكن تعمل لي برين انفاركشن لو راحت على البرين، او ريتينال انفاركشن ونكروزس، لو ممكن كمان تعمل لي سادن بلايندنس لان الريتينال ارتري از ان اند السب اكيوت بكتيريال اندوكارديتس اللي هو بقى الجزء الثاني من الانفكتيف اندوكارديتس، بيبقى فيه ايه ده للسيفير فورم اوف اكيوت انفلاميشن. بيكون طبعا الفالفز نفسها بتاعه الهارت بتبقى اوريدي ديزيزد، يعني غالبا بتبقى افكتد بروماتيك اندوكارديتس، ويجي عليها بقى بكتيريال انفكشن، يبقى الفالفز اوريدي ديزيزد ويجي عليها بكتيريا. بس هنا طبعا البكتيريا اللي بتبقى جايه بتكون لو فيرولنت اورجانيزمز، غالبا بتكون مثلا حاجه زي الستريبتوكوكس فيريدنس، الاستاف البس، الهيموفيلس انفلونزا. بعد كده بقى في ده منظر اهو الكيدني اللي هي فيها الفوكال امبوليك جلوميرولونفرايتس او الفليبي كيدني. كمان ممكن يحصل حاجه في البرين اسمها المايكوتيك انيوريزم، ده بيحصل دايما في الميديوم سايزد ارتريز، خاصه في السيريبرال ارتريز او الميزنتريك ارتريز، بيحصل دايلاتيشن كده على الارتريال وول، ده بيعمل لي الايه المايكوتيك. تمام، بعد كده الروماتيك اندوكاردايتس بقى الفيجيتيشنز دي بيكون ايه الكريتيريا بتاعتها، بتكون مالتيبل من 1 ل 3 ملي ليجن. الكاردياك عبارة عن الايه الفيجيتيشنز اللي بتتكون على الميترال والاورتيك فالفز، والفيجيتيشنز دي طبعا ممكن كمان تمتد على البوستيريور اريا او البوستيريور اوف ذا ليفت اتريوم اللي هي المكالمز باتش، وبرده تعمل عليها الفيجيتيشنز. طبعا الكونديشن بقى طبعا دي في الاخر طبعا بتنتهي بكونجستيف هارت فيلير، لكن لو البيشن طبعا اندر جود كفر اوف انتيبيوتيك، خاصه الناس اللي عندها روماتيك هارت ديزيز او كونجينيتال فالفولار ديزيز او كده، دول لازم ناخد بالنا منهم كويس قوي، وطبعا لازم يكونوا على طول بياخدوا انتيبيوتيكس طبعا اللونج اكتنج بنسلين دلوقتي. بعد كده هنناقش الفالفولار ديزيزز، ودي طبعا بنقسمها ليه، يا اما فالفولار ستينوزيس يا اما فالفولار انكومبتنس. تمام، دول الفالفولار هارت ليجنز، يا اما الفالف يبقى فيه ستينوزيس ضيق يا اما فيه انكومبتنس، وبعض الاحيان بيكون عنده دبل فالف ليجن اللي هو الاثنين مع بعض ستينوزيس وانكومبتنس. الاسباب بقى غالبا بتكون يا اما روماتيك او كونجينيتال او انفكتيف اندوكارديتس، وكمان بنزود فيه الانكومبتنس بالفانكشنال، حاجه اسمها فانكشنال انكومبتنس اللي هو بيحصل دايلاتيشن في الايه. بعد كده هنتنقل للاكسترا كاردياك مانيفيستيشنز اوف ذا روماتيك فيفر. تمام، احنا اتفقنا ان في كاردياك وفي اكسترا كاردياك. الكاردياك قلنا بان كارديتس، بناخد كل اللايرز بتاعه الهارت وفي الاكيوت والكرونيك فيس. بعد كده هنتنقل للاكسترا كاردياك مانيفيستيشن ومن اهمها. تمام، فالروماتيك فيفر على الكباثولوجي بقى بيحصل ايه على مستوى الليجن بتاعها باثولوجيكالي، بتحصل طبعا في الفايب كده
وعندنا كمان طبعا جار للمايترال ستينوزس. بيحصل بقى ايه الافكت اوف مايترال ستينوزس؟ بيحصل هايبرتروفي ودايلاتيشن في الليفت اتريوم، لان الليفت اتريوم عمال بيحاول ان هو يضخ الدم اللي فيه اجينست سمول اوبننج عشان يدخله في الليفت فنتريكل، فطبعا الفتحه ضيقه قوي، فبيحصل باك بريشر على اللنج تاني، فبيحصل كرونيك فينوس كونجيشن في اللنج. تمام كدني. كمان ممكن يحصل حاجه في البرين اسمها المايكوتيك انيوريزم، ده بيحصل دايما في الميديوم سايزد ارتريز، خاصه في السيريبرال ارتريز او الميزنتريك ارتريز، بيحصل دايلاتيشن كده على الارتري الوول. زي ما اتفقنا بقى الفايبروزس اللي بيحصل في او السيكولي اللي بتحصل نتيجه للفايبروزس اوف ذا ميترال فالف والاستينوزس اللي بيحصل، ممكن طبعا يحصل في ميورال ثرومباي في الليفت اتريوم نتيجه الميترال انكومبتنسي او الانسفشنسي، ده بيحصل طبعا نتيجه الاي فيلير اوف ذا فالف تو كلوز كومبليتلي ديورنج الاي ديورنج السيستول، اثناء الهارت مثلا ما بيحصل ينقبض في السيستول، المفروض ان الميترال فالف كده مقفول، لا الميترال فالف بيعدي برضو البلاد تاني للليفت اتريوم، فطبعا برضو نفس الكومبليكيشنز تقريبا اللي بتحصل في الميترال اضافه الى طبعا الايه الليفت فنتريكولار فيلير. يعني كل الحاجات اللي قلناها في المايترال ستينوزس بتحصل في المايترال انكومبتنس، ومعاها كمان الليفت سايد هارت فيلير او الليفت فينتريكولار فيلير. هنا طبعا واخدين بالنا اهو ده حاجه اسمها الفلابي فلوبي فالف سندروم، ان بيحصل بالونينج كده للمايترال فالف ديورنج الكونتراكشن اوف ذا ليفت سايد اوف ذا هارت او الليفت فينتريكل، والدم تاني بيرجع للليفت اتريوم. فهنا طبعا شايفين السيكنس بتاع ال ليفت فنتريكل سيفيرلي سيكند، ده هنا حصل ليفت فنتريكولار هايبرتروفي، وبعد كده طبعا بيحصل ليفت فنتريكولار فيلير. افكتس اوف ميترال انكومبتنس زي ما قلنا ليفت اتريال هايبرتروفي ودايلاتيشن، ليفت فنتريكولار هايبرتروفي ودايلاتيشن نتيجه طبعا الفوليوم اوفرلود. طبعا بعدها بقى بيحصل كرونيك فينوس كونجيشن اوف ذا لانج والبلمونري هايبرتنشن، نفس السيك بتاعه الايه الميترال استينوز. اورتيك ستينوزس غالبا الايتيولوجي بتاعه بيكون نتيجه للروماتيك فالفيولايتس او الهيل سب اكيوت انفكتيف اندوكارديتس، او حاجه مهمه جدا بتحصل في الاولد ايج اللي هي السينايل كالسيفيك اورتيك ستينوزس، ودي حاجه المفروض ما تغيبش عن بالنا ابدا. الناس اللي هم في الاولد ايج بيبقوا بريزنتد باي مانيفيستاشنز اوف اورتيك ستينوزس، ده بيحصل نتيجه ديستروفيك كالسيفيكيشن، بيحصل مع الايدجينج في الاورتيك فالفز، الكاسبس بتاعه الاورتيك فالف مع التقدم في العمر بيحصل عليها ديبوزيشن اوف كالسيوم، وبيبقى كالسيفايد فالف او كالسيفايد ميترال اورتيك ستينوزس. كمان الاثروسكلروزيس والكونجينيتال بايكاسبيد فالف دي بتحصل في حوالي 1% من البوبوليشن. الميترال انكومبتنسي او الانسفشنسي ده بيحصل طبعا نتيجه الاي فيلير اوف ذا فالف تو كلوز كومبليتلي ديورنج الايه ديورنج السيستول، اثناء الهارت مثلا ما بيحصل ينقبض في السيستول. الافكت بقى بتاع الاورتيك ستينوزس ان بيحصل كونسنتريك هايبرتروفي للليفت فنتريكل، تمام، وبيحصل بالجنج للسبتم ناحيه الرايت كافيتي زي ما احنا شايفين كده، وده طبعا بيبقى بعد بيحصل بعديه طبعا فيلير ودايلاتيشن في الليفت سايد اوف ذا هارت. تمام. فالروماتيك فيفر على كباثولوجي بقى بيحصل ايه على مستوى الليجن بتاعها باثولوجيكالي؟ بتحصل طبعا في الفايبرس ستروما اوف ذا هارت، طبعا بتبقى فين، وممكن كمان في الاكسترا كاردياك ليجن زي الجوينتس والليجامنتس والتندونز. تمام. وليس كومن سايد بقى افكتد زي ما قلنا السكن، في كمان البرين والسيروس ميمبرينز والارتريز واللنجز، اماكن كتيره جدا طبعا في البودي بتتاثر، بس زي ما قلنا الاكيوت فيز كل ده ممكن يبقى افكتد في الاكيوت فيز، لكن في الكرونيك فيز اونلي ذا هارت، هارت بس اللي بيبقى فيه. الاورتيك انكومبتنس ده غالبا بيحصل نتيجه الكرونيك برضو روماتيك فالفيولايتس او الهيل سب اكيوت بكتيريال اندوكارديتس، وهنا كمان في ديزيز مهم جدا بيأثر على الاورطه وبيعمل لي اورتيك انكومبتنس اللي هو السيفيليتيك اورتايتس اند فالفيولايتس. طبعا احيد خدنا السيفلس في الجنرال باثولوجي، فالسيفلس واحد من الفينيريال ديزيزز او السيكشوال ترانسميتد ديزيزز، بيبقى له طبعا كذا ستيج، في التيرشير ستيج بتاعه السيفلس بيحصل اللي هي الحاجه اللي بتاثر على الاورطه اللي هي الاورتيك فالفيولايتس اند اورتايتس، فبيحصل منها اورتيك فالف انفلاكتيك تريتمنت، ده طبعا بتافكت الايه الهارت ميكانيزمز او الهارت بيتس.
ده منظر للسيروفيبرنس بيريكارديتس، وده البريد اند باتر ابيرنس اللي احنا بنقول عليه. وبعد كده ده بعد كده الكونجينيتال هارت ديزيزز، ودي بنقسمها ل نون سيانوتيك جروب وسيانوتيك جروب. يعني ايه كلمه سيانوزس؟ يعني بلوج سكلوريشن في السكن والميوكوس ميمبرينز نتيجه ل ديكريزد الاكسجين كونتنت اوف ذا بلاد، مفيش اكسجين كفايه في البلاد نتيجه في حاجه في الهارت او في كونجينيتال ديزيز في الهارت. فده اللي بنقسم عليه الكونجينيتال هارت ديزيز، يا اما سيانوتيك او نون سيانوتيك. نون سيانوتيك جروب زي الاتريال سيبتال ديفكت والاورتيك ستينوزيس والكواركتيشن اوف دي اورتا والبالمونري ستينوزيس، كل الحاجات دي، والبيتا انتكتر ارتريوزيس والفنتريكولار سيبتال. تمام. فالروماتيك فيفر على الكاباثولوجي بقى بيحصل ايه على مستوى الليجن بتاعها باثولوجيكالي؟ بتحصل طبعا في الفايبرس ستروما اوف دي هارت، طبعا بتبقى فين، وممكن كمان في الاكسترا كاردياك ليجنز زي الجوينتس والليجامنتس والتندونز. تمام. والليس كومن سايت بقى افكتد زي ما قلنا السكن، في كمان البرين والسيروس ميمبرينز والارتريز. بالنسبه للاتريال سيبتال ديفكت في كمان البيتا انت دكتور دكتس ارتريوزس، ده بيحصل ان البلاد بيحصل له شنط من الاورطه للبالمونري ارتري، فعشان كده بيحصل انكريز في الليفت فينتريكولار اوتبوت نتيجه للشنط البلاد ده، فبيحصل طبعا هايبرتروفي ودايلاتيشن في الرايت فينتريكل عن الليفت سايد اوف ذا هارت، عن ال left side of the heart طبعا، فبيعمل لي right sided heart failure. تمام. الديس هنا غالبا بيحصل من السب acute bacterial endocarditis و right side heart failure. كمان الventricular septal defect في بيبقى بعض الحالات بتبقى big membranous defect، وبعض الحالات بتكون small defect في المسكولار part of the interventricular. تمام. هنا برضو الرسمة دي بتوضح لي الventricular septal defect. تمام. وازاي بيحصل شنط من left side to the right side heart. الساينوتيك جروب دي بقى بنقسمها او معروفة يعني ليها كذا سبب زي الفالوتس ترايولوجي والفالوتس تترولوجي وكمان الايزنميك سندروم. الفالوت ترايولوجي بيتكون من بالمونر ستينوزيس اتريال سيبتال ديفكت ورايت فنتريكولار هايبوفي، لكن التترولوجي اللي هو الرباعي يعني رباعي فالوت ده بيحصل فيه بالمونر ستينوزيس هاي فنتريكولار سيبتال ديفكت ورايت فنتريكولار هايبرتروفي، وكمان بيحصل معاهم ديكستروبوزيشن اوف ذا اورتا اوفررايدنج بوث فنتريكلز، الاورتا بيبقى طالع من التو فنتريكل. ده شكل ليه التترولوجي اوف. بعد كده الايزنمينجر سيندروم بيبقى فيه فنتريكولار سيبتال ديفكت والاورتا كمان بيبقى فيه اوفررايدز بوث فنتريكلز ومعاها بالمونري هايبرتروفي. طبعا الكونديشن بقى طبعا دي في الاخر طبعا بتنتهي بكونجستيف هارت فيلير، لكن لو البيشن طبعا اندر جود كفر اوف انتيبيوتيك، خاصه الناس اللي عندها روماتيك هارت ديزيز او كونجينيتال فالفولار ديزيزز او كده، دول لازم ناخد بالنا منهم كويس قوي، وطبعا لازم يكونوا على طول بياخدوا انتيبيوتيكس. بعد كده الكارديوميوباسي ده بيبقى primary idiopathic سبب يعني للenlargement of the heart اللي هو dilated cardiomyopathy أو congestive، وفي كمان hypertrophy cardiomyopathy وفي restrictive cardiomyopathy. ده شكل ليه طبعا نعرفها كلها بتفاصيلها. تمام. السكندري cardiomyopathy بيحصل طبعا نتيجة لmyocardial disease زي ايه؟ زي التوكسيك اللي هو الكحول، زي السيروتوكسيكوزيس الاميلودوزيس، يعني في سبب للايه للديزيز اوف ذا هارت مايوكارديوم يعني، او الكرونيك سكيميك هارت ديزيز او الفامام. بعد كده الروماتيك اندوكاردايتس بقى الفيستيجز والمايكروسكوبيك ابيرنس، كل الكلام ده طبعا بتفاصيله مايكروفاركشن علينا طبعا بالتفصيل. هنتكلم على الفيت والكومبليكيشنز اوف مايكارديال انفاركشن، ممكن يحصل كاردياك اريست ومعاها فينتريكولار فايبريليشن، وده طبعا بيبقى فيتال،
او يحصل بلوك للامبلس كوندكشن ويحصل فنتريكولار اريزميا، او ممكن يحصل كارديوجينيك شوك لو كانت الانفاركشن واخده جزء كبير من الليفت فنتريكولار سايد اوف ذا هارت او الليفت فنتريكل يعني. ممكن يحصل بقى كمان ثرومبوتيك كومبليكيشنز في الهارت شيمبرز، يحصل ميورال ثرومباي او اتريال ثرومباي، فيحصل منها سيستميك امبوليزم فيحصل امبوليك مانيفيستيشنز يعني. يعني ممكن كمان في الديب فينز نتيجه للبرولونجد ريكامبنسي امبيد يحصل فيه ديب فينز ثرومبوزس، وبرده ده طبعا بيعمل لي بالمونري امبوليزم، وده طبعا فيتال اوبشن. بعد كده طبعا ده شكله هو بيبين لي السند ابيكس اوف ذا هارت نتيجه لسايت اوف مايكارديال امبيد. بعد كده الهارت فيلير طبعا الديفينيشن بتاعته عباره عن كلينيكال ستيت اللي بيحصل فيها ان الفنتريكولار ماسلز ار انكيبل اوف مينتينينج اديكوال سيركيليشن، تمام مش قادر الدم بالهارت يضخ دم كفايه في البريفرال سيركيليشن وللديفرنت اورجانز اوف ذا بودي، تمام. طبعا في اول ما بيبقى في اول العمليه يعني بيبقى الهارت بيعمل شويه كومبنساتوري ميكانيزمز كده، زي ايه؟ زي ان هو بيزيد الهارت ريت، بيحصل فنتريكولار هايبرتروفي، بعد كده بيحصل دايليتيشن نتيجه للمسل ستريتشنج، بعد كده بيحصل فيليا. الاورتيك انكومبتنس ده غالبا بيحصل نتيجه الكرونيك برضو روماتيك فالفيولايتس او الهيل سب اكيوت بكتيريال اندوكارديتس، وهنا كمان في ديزيز مهم جدا بيأثر على الاورطه وبيعمل لي اورتيك انكومبتنس اللي هو السيفيليتيك اورتايتس اند فالفيولايتس. طبعا احيد خدنا السيفيليس فيشن. لكن الكرونيك هارت فيلير بنقسمه ليه كرونيك ليفت سايد هارت فيلير وكرونيك رايت سايد هارت فيلير. الليفت سايد هارت فيلير بيبقى سببه غالبا يا اما سيستميك هايبرتنشن او اثر ارتيريوس كلوروتيك هارت ديزيزز او كونجنيتال هارت ديزيز، او طبعا الاورتيك ستينوزس والانكومبتنس والمايترال انكومبتنس، كل الحاجات دي ممكن تكون سبب للكرونيك ليفت سايد فيلير. لكن طبعا الرايت سايد هارت فيلير كوزد مينلي باي مايترال ستينوزس بالمونر ستينوزس اند انكومبتنس كونستريكت بريكارديتس، تمام، او يحصل بعد ليفت سايد هارت فيلير كسيكولي يعني ليه الليفت سايد هارت فيلير يحصل رايت سايد هارت فيلير. ساك. ده شكله هو دايجرام بيوضح لي السيروس بيريكاردايتس ان بيبقى فيه اكيوميليشن اوف فلويد ما بين التو لايرز اوف ذا بيريكارديوم الفيسرال والبارايت اوف ذا بيريكارديوم، تمام. هنا بقى الفيبرنس بيريكاردايتس بيكون فيه زياده في الفايبرين كونتنت في الفلويد، فبيحصل طبعا لما بيهيل بفايبرس تيشو بيبقى طبعا بيحصل ادهيز بيريكاردايتس. هنا طبعا الابيكارديال سيرفيس اوف ذا هارت في التشاجي فيبرنس اكزوديت بتاع السيرو فيبرنس بيريكارديتس اللي بنقول عليه بريد اند باتر.